اول حاجه كنبشكر الجمهور ديالنا، كنبشكر اللاعبين على المقابله اللي داو. واخا كانت البدايه شويه صعيبه بحكم ان ستيل دو جو مازال تنقلبوا عليه، كاينين عناصر جداد، مدرب جديد، سيستم جديد، يعني كنحاولوا نتادابطاو، يعني كنتفاهموا الجمهور ديالنا، يعني اللي غاضب شي شويه من ناحيه ديال الاداء. واخا النتيجه يعني الجمهور ذواق، الجمهور فارجي الملكي كيبغي يتمتع. بريمير ميطون ما دخلناش مزيان، حاولنا اننا نصلحوا ما يمكن الاصلاح ديالو في دوزيام ميطون، والحمد لله كانت النتيجه. كنوعدوا الجماهير ديالنا اننا غنحاولوا نخدموا في التوقف باش اول حاجه نتكاليفوا لافاز دو جروب في العصبه، ونكملوا في مسار مزيان ان شاء الله في البطوله. وكنبغي نهنى جميع مكونات فريق جيش ملكي بهذا عيد الميلاد ديالو، وكنوعدوا اننا نحاولوا نقدموا له ماكسيموم ان شاء الله باش نخليوا فريق الجيش الملكي ديما الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما كاينش اليوم هاتريك امام فريق اللي ماشي منافس قوي اليوم هاد السنه، واش تكون قادر انك تنافس؟ بطبيعه الحال اول حاجه ملي كتحمل القميص ديال فريق الجيش الملكي ما عندكش خيار واحد اخر انك تنافس، وان شاء الله غنديروا له ماكسيموم باش نحاولوا هذا العام نديو ما يمكن لو ماكسيموم ديال اللي تيدير ان شاء الله، حيت فريق جيش الملكي فريق كبير، فريق تخلق الالقاب، يعني زعيم الانديه، ما عندكش خيار اخر من غير انك تفوز بالالقاب، وحنا داك الشيء اللي كنطمحوا ليه ان شاء الله. ما دينا بدايه الموسم نحاولوا نقدموا اداء جيد ان شاء الله باش نحاولوا نخليو فريق جيش الملكي. ربيع تبدا لا سيزون بهاتريك، شنو كتمثل لك؟ اي لاعب كيبغي يسجل بالنسبه لي انا اول حاجه، يعني ميليو تيران باش ماركي بالنسبه لي شي حاجه زوينه. العام اللي فات ساليت ب 13 بيس، هذا العام كنطمح انا نسجل اكثر، وهذا الشيء بفضل المجموعه وفضل لو ستاف وكل شيء. هذه هاتريك ماشي ليا، جميع مكونات فريق جيش الملكي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.